موجز لهم آخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. افتتح اليوم رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس. هذا ويقام المعرض خلال الفترة من 22 من يناير حتى 4 من فبراير المقبل. وتحل دولة السنغال ضيف شرف معرض القاهرة الدولية، ويأتي المعرض تحت شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع، كما تم اختيار كاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض. استعرض وزير النقل كامل الوزير تطور البنية التحتية والفرص الاستثمارية في مجال النقل في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الأفريقية بالعاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار. وأكد وزير النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة، كما أشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل، موضحاً أن هناك خطط للربط البري مع الدول الأفريقية وخطط للربط السككية، وكذلك دراسة مشروع الربط الملاحي. أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذي عقد في برلين، كما طالب بتصديق مجلس الأمن على نتائجه. وأوضح غوتيريش أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيا لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية. كما نوه الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود بعض الخروقات للهدنة، مشيرا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة. هذا وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم. وقد رفض مجلس الشيوخ 7 مقترحات تقدم بها الديمقراطيون ضمن حزمة التعديلات التي استعرضها المجلس في جلسات محاكمة الرئيس دونالد ترامب. ورياضيا، فاز فريق طنطا على فريق الجونة بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب طنطا ضمن مواجهات الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز. هذا وسجل هدف طنطا اللاعب محمد ماجد في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وبتلك النتيجة رفع طنطا رصيده للنقطة 13 في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 12 بالمركز 14.